روشة ياك روشة تبارك الله عليك. وهذا هذه ما تبيع لنا نكون تقيل ومزيان ودابا كتحط كيخصك تبرد الدم مع الناس ليس رمضان وصايمين كل واحد يديرو سحور وواحد مقلع وخاصك المساعدة. شوف ما تقلق مع حد الدم ديالك يكون باب والعصاب ما كاينينش يعني انت بحال داخل وسط واحد الثلاجة عامر الدم صافي والله شفتي سير هكذا عندك 40 ايام احنا بحاسبك الله يعاونك وسلام عليك. جري بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، تشيع جثمان الفنان المسرحي والتلفزيوني مصطفى الزهري الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما. وبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء بمدينة الدار البيضاء، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء، وجرت هذه المراسم بحضور على الخصوص أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين. ونعى أفراد أسرة الراحل وأقاربه وزملائه الفقيد بالقول إن المسرح المغربي رزا في فقدان فنان بارز، مؤكدين أنه ترك بصمة فنية ستظل خالدة. وأشار إلى أن الفقيد أبدع على خشبة المسرح والسينما والتلفزيون، وقدم لمسة خاصة في مجال الكوميديا إلى جانب زميله الراحل مصطفى الدسوكين. وينتمي الراحل مصطفى الزهري إلى جيل الرواد، إذ تتلمذ على رائدي المسرح المغربي الراحلين الطيب الصديقي وعبد العظيم الشناوي أوائل ستينيات القرن الماضي، قبل أن يكسب حب الجمهور ويصبح بعد ذلك أحد أبرز نجوم الشاشة الصغيرة والسينما. واشتغل الراحل إلى جانب أسماء كبرى في المسرح المغربي ولعب أولى أدواره السينمائية سنة 1973 في فيلم الصمت اتجاه ممنوع لعبد الله المصباحي، ومن بين أعماله المسرحية بنت الزاز وحلوف كرموس ودبت جدبة. وحظي الراحل مصطفى الزهري بالتكريم في العديد من المهرجانات الوطنية تقديرا لمساره الفني المتميز، فرحم الله الفقيد وتغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى ونور قبره وجعله روضة من رياض الجنة وألهم ذويها الصبر والسلوان على فراقه. إنا لله وإنا إليه راجعون.